السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام من قلب مشروع الياسمين. وكما كتشوفوا معنا الأشغال على قدم وساق، الأشغال نقدروا نقولوا الحراقية خدامة الله يبارك، لأنه التسليم على الأبواب. وكما كتشوفوا وصلنا للمراحل ديال الطريق، غادي تبدا تجهز إن شاء الله. كنشوفوا عملية الإسفلت غادي تكون عما قريب إن شاء الله. كما كتشوفوا هذا المكان، هذا هنا مشروع الياسمين جي اش واحد. الناس اللي داروا القرعه في السيكتور واحد في الياسمين، فالبروجي ديالكم هو هذا، اللهم بارك. فكنهضروا على الطريق، كنهضروا على الامور متيسعه هنا، كنهضروا على التيران اللي غادي يكون الوسط هنا، كنهضروا على الجريده غادي تكون وحده من هنا ووحده غادي تكون من الفوق من لهي. يعني كاين الجريدات اللي غيكونوا في الجنبات، كاين واحد المساحه شاسعه. مشروع الياسمين واحد تقريبا واحد التشابه 100% مع مشروع البساتين. غادي نحاول نقربكم من بعض الشقق في السفلي وفي البرومي. بالنسبه للياسمين ففيهم لاكور بالنسبه للسفليات ومجموعه من الامور غادي نواكبوها معكم لحظه بلحظه. طالب ديال خوكم ايوب، ما تنساوش الاشتراك في القناه والبارطاج باش يوصلكم الجديد. كما وعدناكم ديما متابعينا الكرام، غنواكب معكم الامور لحظه بلحظه. حنا الان كنتواجدوا في جي اش واحد بمشروع الياسمين. يلا ندخلوا الشقق ونقربوكم من كل كبيره وصغيره ان شاء الله. بالنسبه للعماره اللي كنشوفوا قدامنا، عندنا العماره 17، عندنا العماره 18 جات شوكه، عندنا العماره 19 هي هذه كما كتوضح الصوره، وغادي ندخلوا معكم العماره 19 ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا الامور ديال الانترفون والناس ديال الريضال، فالامور راه دايزه والامور تقريبا كنشوفوا ان الطريق غادي تصوب في القريب العاجل. فهنا كنهضروا على الاشغال سالات، ربما هي لمسات اخيره. وحنا دخلنا معكم الشقه اللي على اليسار مع الدخله ديال الباب، الطرقين باقي ما مرقمينش ولكن غيكون بحال الشكل ديال البساتين. هذا الصالون وهذا السيجور. وحنا داخلين لازم ناكد لكم كاينين جوج بيوتا، البيت الاول والبيت الثاني، وهاد البيوتا جاو كيشوفوا فين كتصلح الطريق والامور. هنا الحمام، عندنا التهويه، عندنا الامورات كامله كاينه هنايا. وغندخلوا للكوزينه، ها الكوزينه ديال كاختي. علاش كنقول اختي في الكوزينه؟ لان عارف المراه هي اللي كتكون في الكوزينه. هذا هو اللي كاين الاخوان، شوفوا معايا تبارك الله كاين واحد المساحه مهمه هنا في اليمن. وكذلك عندنا البالكو. الناس اللي كيسولوا على عفوا لاكور، فلاكور كاين في مشروع الياسمين. يا سلام يا سلام، انتم الاخوان باش نقربكم من كل كبيره وصغيره، كنحاول ندير فوق الجاد اخوتي باش نقربكم من كل حاجه. فدابا غادي نخرج من الشقه اللي في السفليه، واللي كناكد لكم ان كلهم تقريبا في الياسمين فيهم لاكور. فغادي نطلعوا للبروميير ايطاج ونشوفوا الامور كيفاش دايره في هذه العماره بسم الله. كيف ما كنقول لكم ديما، كنطلعوا مع الدروج وكندخلوا الباب اللي كيكون انفاس مع الدروج هنا في الطابق الاول، بحال الطابق الاول بحال الثاني بحال الثالث بحال الرابع. الباب اللي انفاس معايا كيكون في البساتين رقم 4، هذا الشقه رقم 4، هذا 3، هذاك اللي من لهيها 1، وهذا اللي في اليمن 2. اذا غادي نبداو بهاد الثلاثه، هذا غادي نبداو بالثلاثه بسم الله. انتم الاخوان سمحوا لي الا زربت شي شويه، ولكن باش نشوفوا على الاقل على الاقل هاد الطابق هذا غتكون اول عماره كيتصوروا الشقق ديالها. كما كتشوفوا معايا هنا الكوزينه، يعني اول ناس غيعرفوا الشقق ديالهم هما الناس ديال هاد العماره هذه اللي حطيت لها الرقم ديالها في البداية. كما شفتوا معايا هذه الشقه رقم 3، هذه الشقه رقم 3 في الطابق الاول. يعني الا طلعت للطابق الثاني والثالث والرابع، الناس اللي عندهم الشقه رقم 3 فهي هذه. دابا غندخلوا للربعه، الربعه هانتوما الاخوان بسم الله. هانتوما هنا بيت في البيوتة، هنا كذلك بيت في البيوتة. ومن هنا غادي نزوميو على الاشغال، وغادي نلقاو ان الاشغال مستمره اللهم بارك. هنا بلاصه ديال البلاكار الفوكادر. فكما كتشوفوا معنا الامور عن قرب الفوكادر ورينا لكم. هنا الحمام، وديما الشريجمات ديال التهويه بواحد الديزاين زويون. هنا الكوزينه، الكوزينه ديال كاختي، يا سلام الكوزينه اختي عندك فيها بالكو. والجميل هو ان هذا البالكو كيطل على الدخله
اللي كتخرج هنا جيت للمحطه. انتوما هذا السيكتور 8 كيبان من هنا، هذا السيكتور 8. دابا غنخرج من الربعه وغنمشي للواحد اللي هو قدامي مباشره، وهذا الجوج غنمشي للواحد. الواحد كما كتشوفوا بسم الله انتوما. يا سلام يا سلام، النظره البراكه مع التكرفيس، وهذا غتغير اليوم. اليوم كنهضروا على النظره اللي غادي تطلع للطريق، اللي غادي تطلع للجريده، اللي غادي تطلع على محطه الوقود، اللي غتطلع على مشروع سيكتور 8 والبساتين وميموزا. هنا الصالون والبيوت بطبيعه الحال حتى هما بجوج غيكونوا كيشوفوا في نفس الواجهه كما كتشوفوا معايا. هنا الحمام، وهنا هنا نعم سيدي يا ربي تبتنا الكوزينه هانتوما اللهم بارك. فصراحه كنشوفوا امور حصريه، امور حصريه على قناتكم مع اخوكم ايوب. فكما كتشوفوا معنا الامورات، هنا عندنا الكولوار، هنا خرجنا من الشقه رقم واحد، فدابا غندخلوا للجوج. الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو، هاد الناس محظوظين كأول عمارة كتصور في الياسمين غيشوفوا الشقق ديالهم قبل من أي واحد. هذه مرضات الوالدين كيف ما كنقولوا. فمرحبا بكم معنا هانتوما الإخوان. هنا السيجور بحال شكل الباساتين، هانتوما هنا الصالون، هنا عندنا الكوزينة هانتوما كما كتوضح لكم الصورة. هنا نفس الديكور البالكو خارج الطريق لهيه. هنا عندنا بيت، وهنا بيت، وهنا الحمام. هنا الحمام كما كتشوفوا معنا، السريج ديال التهويه، الامور كلها هنا مضبوطه. دابا غادي ناخذكم بواحد النظره من السطح، من السطح نشوف هذا السطح فين كيشوف. اجي واجي 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 ان شاء الله فيكم اليوم في هذا الفيديو. اللهم بارك، صراحه عجبني بزاف لان لقيت الشقق بحالهم بحال ديال البساتين، والناس كانت الاماني ديالهم انا يكون داكشي بحال ديال البساتين، الناس اللي داروا القرعه في الياسمين. وكيف ما وعدتكم غادي نطلعوا للسطح بسم الله. فالعماره كتشوف نعم سيدي، هنا الاشغال اللهم بارك على قدم وساق. هنا ملعب كره القدم، هنا فضاء خاص بالوليدات، في الجهه الشرقيه كذلك فضاء خاص بالوليدات. هنا غتكون جريده، وهنا جريده، والطريق كما كتشوفوا تبارك الله راه متسع. هنا نداء الساكنه ديال الياسمين سيكتور واحد جي اش واحد. فكنقول لكم رجاء رجاء حافظوا على هذا المكسب، هذا رجاء رجاء حافظوا على هذا المكسب هذا، لانه والله القسم الى الصوره الجميله بحال المشروع ديال الباساتين بحال المشروع الياسمين. السفليات راه فيهم ليكور ديالهم، الامور راها مضبوطه، الشوكات كيكونوا متميزين واحد شويه من جهه المساحه، الجريدات راه كاينين هنا كذلك، كاين الملاعب. اللهم يسر اللهم يسر، الله يسخر الامور، غنوريكم من زاويه اخرى. بالنسبه لعمليه الاسفلت غادي نشوفوها في الايام القليله القادمه، ما بقاش يعني الحراقيه ديال الخدمه. اللهم بارك الخدمه. الناس اللي داروا القرعه اليوم عندهم 30 يوم خاصهم يسويوا الوضعيه الماليه والقانونيه ويجيو يدخلوا السكنات ديالهم، الله يسهل عليهم هادشي اللي غنقول لهم. فانتوما تبارك الله ما شاء الله كتشوفوا هاد الياسمين، الله يبارك. والشمس ضاربه الاخوان في كاع الاتجاهات، الشميشه ضاربه في كاع الاتجاهات، الله يبارك. هذا هو اللي كاين هانتوما. وهنا نعم سيدي، هنا نعم سيدي، منك للبحر، ما قدامك لا بنايات لا والو، ها انت اللهم بارك. يا سلام هانتوما الاخوان، الهواء ديال البحر ديريكت هنا الياسمين جي اش واحد. يا سلام يا سلام، المسجد ها هو اللهم بارك، من اجمل بيوت الله من في مدينه الصخيرات، خديجه ام المؤمنين. فضاء خاص بالاطفال هو اللي كيتواجد عندنا هنا، هنا محطه الوقود، مجموعه من الخدمات. فنتمنهم الله الخير والتيسير، كذلك رجال الدرك الملكي، تحيه رجال الدرك الملكي اللي كيقوموا بمجهودات كبيره هنا بجنبات مشروع البساتين وميموزا والريف. هنا مشروع اخر، مشروع الكرامه، واللي غادي نرجعوا ليه ان شاء الله، واللي نتمنهم الله الامور تكون مزيانه كذلك. هذا المكان اللي كنشوفوا قدامنا حتى هو كله غادي يتبنى،
على اليسر، فنتمناو من الله الخير والتيسير ونواكبوا معكم الامور لحظه بلحظه ان شاء الله. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد مع الجديد. معكم ايوب، مع اخوكم ايوب. دائما كنقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه، البارطاج مع الاصدقاء، باش دائما نجيب لكم الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.